في مهرجان لوميير 2017 في ليون الفرنسية كان الحب في الهواء، كما يقول المخرج الأسطوري القادم من هونغ كونغ وونغ كار واي، والذي حصل على جائزة لوميير. أود تقديم هذا الشرف إلى ملهمتي إيستر. Merci Lumière, merci Lyon, and long live cinema. هذا الحدث السنوي هو أحد أكبر الأحداث المخصصة للسينما الكلاسيكية، يضم العديد من النسخ المستعادة، بعضها لم تعرض من قبل. من ضيوف الشرف هذا العام الممثلة الإسكتلندية تيلدا سويونتون. طريقة برمجة المهرجان تنبع من القلب. أشعر بأن هذه المدينة كما لو أنها تتمتع بسينما خاصة بها حقا. مهرجان يبذل فيه السكان طاقة خاصة للعروض. إنه مهرجان رائع. إلى جانب العروض، تمكن هواة السينما من الحصول على فرصة نادرة للالتقاء بالفنانين والتحدث عن عملهم. نتمتع، نشاهد الأفلام بنسخ جميلة، نشاهد عالماً جميلاً، لا حاجة لنا للذهاب إلى كان أو البندقية، وهذا أمر جيد. إنه شيء استثنائي بشكل عام، لا نتصور الحصول على فرصة للالتقاء بالمخرجين. إنه أمر مهم لم يحدث من قبل. ما لا يقل عن 200 فيلم و400 عرض في جميع أنحاء المدينة هنا في مهد السينما. مهرجان لوميير يرقى إلى شعاره السينما للجميع. كان المخرج المكسيكي غيليرمو ديل تورو حريصاً على الالتقاء بالجمهور، حيث تم عرض فيلمه شكل الماء الذي توج مؤخراً بالأسد الذهبي في البندقية. إنه فيلم يريد أن يتحدث عن الحب، عن ما هو غريب، عن الأرضية المشتركة، ليقول لا للكراهية والخوف ولكل الأشياء السائدة في الوقت الراهن، سواء من خلال مخلوق خيالي أو شخص حقيقي له ثقافة أخرى، دين مختلف، تفضيل جنسي مختلف. عدم التواصل وعدم التعاطف وغياب الحب يؤدي إلى نفي العالم، إلى نفي جزء من العالم. خلال مراسم الاحتفال استقبل وونغ كار واي زميله السابق كريستوفر دويل. من خلال ما نقوم به نأمل في أن نفتح عيون العالم على ما هو ممكن، وهذا ما قام به الإخوة لوميير. Alors, on va voir.